هو ليه بنقول اقتحام بالنسبة للمانع المائي؟ لأن أما القوات، أي قوات بتتقدم وتواجه مانع مائي، إذا ما كانش في عدو على الضفة الأخرى من المانع المائي بنقول إن القوات بتعبر. لكن لما يكون العدو على الضفة الأخرى من هذا المانع المائي، فالقوات في هذه القوات التي تتقدم في هذه الحالة لا نقول إنها تعبر، نقول إنها بتقتحم المانع المائي. لماذا تقتحم؟ لأنها بتقتحم في اشتباك. أمام نيران العدو. طبعا كنت أتمنى إن الفقرة تسمح إن احنا نشرح خط برلاف، لكن عموما أما اتبنى خط برلاف، رئيس أركان القوات الإسرائيلية في ذلك الوقت قال إن ولا قنبلة ذرية صحيح تستطيع أن تهدم خط برلاف. احنا الحمد لله الجيش المصري، جيش 73، نجح في اقتحام قناة السويس. يعني الاقتحام بدأ 2:30 يوم السبت 6 أكتوبر 73، على الساعة 7 مساء هذا اليوم الخالد في تاريخنا كان في 5 فرق مصرية موجودة على الضفة الشرقية لقناة السويس. يعني صراحة اللي حصل يوم السبت 6 أكتوبر 73 ده إنجاز تاريخي طبعاً. ومعجزة تاريخية. بعد في أكتوبر 74 القوات المسلحة نظمت ندوة دولية عن حرب أكتوبر. يا ريت الأجيال الجديدة اللي ما عاصرتش هذه الفترة تطلع على ما قاله الخبراء العسكريين. الجيش المصري دعا خبراء من أمريكا ومن العرب ومن أوروبا صحيح. ومن الاتحاد السوفيتي. أما يعني أنا أتذكر حضرت الندوة دي. أما يعني يا ريت يعاد نشر جزء من الأبحاث التي قدمت في ندوة أكتوبر 74 عن المعجزة التي تمت في 73. يعني أنا عشان الموضوع الحلقة هو مصر والعالم العربي، مصر انتصرت في حرب أكتوبر في إطار تضامن عربي صحيح. ولم يقتصر التضامن العربي على حرب أكتوبر فقط، لكن بعد حرب أكتوبر وكيف قادة المملكة العربية السعودية في ظل طبعا يعني فترة حكم فيها الراحل الكبير الملك فيصل الله يرحمه، الحظر البترولي للرد على التأييد السافر للولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الغربية ومن ضمنهم هولندا قدموه لإسرائيل سياسيا وعسكريا. أمريكا في 73 ابتداء من 9 أكتوبر، ابتداء من 9 أكتوبر 73 قدمت في ذلك الوقت، قدمت 5 معدات عسكرية وأسلحة كان ثمنها في ذلك الوقت 55 مليار دولار. 55 مليار دولار جسر جوي وجسر بحري. لكن الحمد لله الجيش المصري في 73 حقق معجزة عسكرية. واليوم حضرتك احنا يجب ان 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 ان, أن يعني نعرب عن تقديرنا وعرفاننا اولا للقادة، اولا القادة العسكريين اللي اعادوا بناء القوات المسلحة، وعلى رأسهم الفريق اول محمد فوزي والشهيد الفريق عبد المنعم رياض رئيس أركان القوات المسلحة المصرية الذي ذهب يوم 9 مارس 69 إلى الجبهة ليكون مع الضباط وصف الضباط والجيش، واستشهد في يوم 9 مارس 69. كل التحية.